صلى الله على الحبيب. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم. سيدي ومولاي، إن كنت تجد من تعذب من عبادك الكثير، فوعزتك وجلالك لا نجد ما يرحمنا سواك. فارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة من عندك، تغننا بها عن رحمة من سواك. يا رب ارحم موتانا، يا رب اشف مرضانا، يا رب فك أسرانا، يا رب اقض حوائجنا، يا رب أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح شبابنا وأصلح جميع المسلمين. ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر إخوتنا في سوريا، وانصرهم في ليبيا، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في مصر، وانصرهم في تونس، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، وبجند أمريكا المجرمين، وبالمستبدين والطغاة الظالمين. استأصل شأفتهم بقوتك وقدرتك، فإنه لا يحقق للمؤمنين ذلك إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على حبيبنا محمد. نحن دائما نتحدث عن التوبة، وقد تحدثنا عن التوبة في القرآن، ثم التوبة في سنة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. والآن نفتح الباب الثاني والموضوع الثاني في التوبة، وهو تحت عنوان: ما هي التوبة التي يريد الله من عباده أن يتوبوها؟ يا الله، الله أمرنا بالصلاة، ولكن بيّن لنا كيفية الصلاة، فقال لنا: إنها أقوال وأفعال وأذكار وركوع وسجود وشروط وأركان ومستحبات ومبطلات، كل ذلك. الله لم يقل لك صلِّ ثم تركك، قال لك صلِّ، لكن انظر إلى صلاة رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا أمرك الله بأمر فإن الله يعلمك كيف تؤدي ذلك الأمر. ولذلك عندنا أصل من الأصول يقول: لا يحل لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. أنت لا تستطيع أن تؤدي أمر الله الذي أمرك الله به كمكلف إلا إذا بيّن الله لك كيف تؤديه، فلا تؤديه على هواك. إنما الذي أمر هو الذي يبين لك كيف تفعل المأمورات، كيف تؤديها، لا تؤديها على هواك. لا تتب على هواك وتقول قد تبت. فالتبت، التوبة التي يريدها الله هي أمر الله تعالى، فوجب عليك أن تعرف كيف تتوب. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله، فقبل الحديث عن التوبة النصوح نقول: وبالله التوفيق. أولاً، المعنى الذي يحمله هذا الاسم المكون من ثلاث حروف: التاء والواو والباء، توبة، تابة، معناه رجع، يعني أنه بعد فرجع. والأصل فيه أنه كان هناك لكن بعد فتطلب الأمر أن يعود. والأصل في الإنسان في علاقته مع الله أن يبقى مع الله، فهو لا يمكن أن يستغني عن الله لحظة واحدة. العبد لا يستغني عن الله في طعامه إذا أراد المعاش، ولا يستغني عن غذاء الروح إذا أراد الحياة. فهنالك المعاش الذي يشترك فيه الإنسان مع الدواب، وهو أن يأكل ويشرب، أن يطعم البدن من التراب. والله خلقك من تراب وجعل لك غذاءً للتراب من التراب،
فإذا أردت العيش والمعيشة فالمقصود بها هي أن يعيش الجسد، أن يستمر الجسد في تأدية وظائفه البيولوجية التي فطر الله عليها. وإن لم تأكل وتشرب فإن الأعضاء ستتوقف عن تأدية وظائفها، لأن الأعضاء المادية إنما لها غذاء إذا تنكب الإنسان وامتنع عن تأدية أو التعاطي لغذاء الجسد ستتوقف الأعضاء عن العمل، وهذا لا يمكن لأي إنسان أن يفعله. إذا جاع يذهب للطعام، إذا ظمأ يذهب للماء، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الإنسان لا يعيش فقط بالأكل بالطعام، فالطعام هو غذاء الجسد غذاء البدن. أما الله تعالى فخلق الإنسان من تراب ونفخ فيه من روحه، والإنسان إنسان بروحه لا بجسده. لو أنك ذهبت لتشريح البدن لأخرجت منه كميات من الملح ومن المعادن، فرحت بها إلى السوق، فإن ثمن المعادن المختزلة من البدن إذا بعتها في السوق فستحصل على 30 سنتيم، استدروا، أي أن قيمة البدن في السوق 30 سنتيما. فثلاثين سنتيم تمشي قيمتك هي 30 سنتيم، لكن قيمتك عند الله بروحك، والروح يحتاج إلى غذاء. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية تحتاج إلى أنوار التوحيد، وأنوار التوحيد تنبعث من الوحي، والوحي هو الروح الذي يغذي الروح. فالروح أمر الله، وكلام الله أمر الله، وغذاء الروح من جنسها. فيحتاج الإنسان لتغذية الروح، فإن الإنسان إذا ابتعد عن الله إنما يبتعد بالمعاصي. والحق والأصل أن يكون الإنسان مع الله لا ينساه، لأن حياة بدنه تتوقف عليه وحياة روحه تتوقف عليه. فيا ليت شعري أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قطعت صلتي بالله ونسيته وابتعدت عنه، من لي إذا فقدت الله؟ يا عبد الله لو ملكت الدنيا كلها وفقدت الله فما وجدت شيئا. يا عبد الله إن وجدت الله وفقدت الدنيا كلها ما فقدت شيئا. فإن كنت مع الله وكان الله معك فلن يضيرك شيء، ولا تحزن على ما فاتك من متع الدنيا فهي متع إلى زوال، أما الذي يبقى فهو حياة الروح. ولذلك مولانا نادانا في سورة الأنفال قائلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي حياة الروح، أنت تعيش كما تعيش الدواب، ولكن يريد الله ليس العيش الذي تشترك فيه مع الدواب، عيش البطون عيش الشهوات، لا لا، يريدك أن تحيا الحياة التي يريد الله. ولا حياة للعبد في الدنيا إلا بالاستجابة لأمر الله وأمر الرسول، أي طاعة الله فيها الحياة ومعصية الله فيها العيش الضنك. فالإنسان إذن في هذه الحياة شاءت حكمة الله أن يصطرع الطين، ويريد أن يجذبك إلى الأرض، وبين الروح التي تريدك أن ترتقي إلى أعلى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالحياة عند المسلم هي صراع، وصراع أزلي بين الطين الذي يريد أن يجذبك إلى دركات الشهوات، وبين الروح العلوية
التي تريد منك أن ترتقي في سلم الكمال البشري، وأيما جولة حققها أحد العنصرين إلا كان على حساب الآخر. فإذا انتصرت الشهوات وظلماتها على الروح وأنوارها ارتكس الإنسان وهبط، وإذا انتصرت الروح بعليائها على الشهوات بظلماتها ارتقى الإنسان إلى درجات الملائكة أو يزيدون. فالأصل أن تكون مع الله. كيف تنسى الله؟ لكن يقطع عليك زيد لهوة تموت، لكن يهوج الشمس زيد شوية تغرق نحرق، لو كان الأرض يزلزلها مشيت. لو يريد الله أن يجعل الماء غوراً فمن ياتكم بماء معين. حياة أبدانكم إنما تتوقف على عطاء الله، حياة أرواحكم تتوقف على عطاء الله. وعطاء الله نوعان: عطايا مادية تصلح لبناء الأجساد، وعطاء روحية معنوية تصلح لبناء الأرواح. يا الله يا الله يا الله. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتوب، أي أن يعود، لأنك ابتعدت. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توقف، عد، تذكر، ارجع، ارجع إلى ربك. من لك غير الله؟ ارجع. وهكذا فالإنسان رجاع أواب منيب، يرجع إلى الله تعالى في كل لحظة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: فما المقصود إذن بالتوبة النصوح التي أمرنا الله تعالى أن نفعلها حتى نعود إلى الله؟ أما التوبة فقد قلنا هي الرجوع، وأما النصوح فهي صفة مبالغة للناصح. نصح، أيوة، فعل، اسم فاعل ناصح، واسم للمبالغة نصوح، أي كثير النصح. وما معنى نصح؟ نصحت العسل، أي خلصته من كل الشوائب. نصحت في النصيحة، أي أديتها بدون غش. نصحت في العبادة، أي أديتها بإخلاص لا شريك فيها مع الله. نصح العبادة تخليصها من الشرك، نصح النصيحة تأديتها لوجه الله، نصح التوبة أن تكون خالصة لوجه الله. فالتوبة النصوحية التي لا رجوع بعدها إلى المعصية. الله. التوبة النصوح يعني أن يعود إلى ربه عوداً يعزم فيه على أن لا يعود إلى المعصية، أي توبة صادقة، توبة نصوح لا غش فيها، لا خداع، لا مراوغة. أنت تستطيع أن تخدع أباك حينما ينصحك ويقول لك اتق الله لا تعود إلى هذه المعصية، تستطيع أن تراوغه ويصدقك لأنه لا يطلع على مكنون غيبك وما أنت مضمره في قلبك. لكن الله لا يمكن أن تخادعه. إذا قلت له سأعود إليك فإنك لن تستطيع أن تخدعه، فهو يعلم سرك. فأنت إنما تعود إليه باللسان فقط، وإن التوبة لن تكون نصوحاً أبداً بالكلام. فالكلام الذي تلوكه الإلسن طالما يشكل شعارات فقط لا مصداقية لها في الواقع. ولذلك فإن التوبة النصوح ليست أبداً أبداً بالكلام فقط. وقد كان يخطئ بعض الشيوخ وبعض التلاميذ حينما يريد أحدهم أن يتوب إلى الله، يفعل كما يفعل النصراني، يذهب إلى الكرسي الرسولي إلى الراهب فيقول له أنا أريد أن أتوب لأنني عصيت وزنيت، فيقول له عليك أن تؤدي. قلت إن التوبة النصوح لا تقتصر على الكلام فقط، فإنك مع البشر القاصر تستطيع أن تخدعه، لكن الله إذا قلت له إني أعود إليك باللسان وقلبك مصر على الذنب فالله يعلم سرك، وإنك لن تستطيع أبداً أن تدخل على الله بالكلام فقط. الله يريد منك كل الجوارح أن تخبت إلى الله، فطالما
يدعي اللسان أمراً لا يوجد له أثر في القلب ولا في السلوك. كان بعض الشيوخ عندنا إذا أراد أحدهم أن يتوب إلى الله، وقد سبق إلى علمهم في الثقافة الشعبية أن العبد إذا أراد أن يتوب وجب عليه أن يذهب إلى الشيخ، والتوبة لا تحتاج أن تذهب إلى الشيخ، فليس بينك وبين الله وسطة، عليك أن تعود إلى ربك بصدق والله يعلمك. فيقول له: توبني يا سيد الشيخ، توبني. فيقول له: قل ورائي. فيقول: قل. يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، وأتوب إليه، وأتوب إليه، أندم على ما فات، أندم على ما فات، أقلع في اللحظة، أقلع في اللحظة، أعزم على ألا أعود، أعزم على ألا أعود. يقول: صلى الله، فقد تبت. فيذهب وقد استبشر وفرح، وهذا من جهل الشيخ ومن جهل الطالب ومن جهل المجتمع ومن ثقافة الانحدار التي تعيشها الأمة، لأنها بعدت على الفهم القرآني والفهم النبوي لهذه العبادات. هذه العبادات لا يمكن أن تؤدي حسب هواك. الله حينما قالك تب توبة نصوحة بيّن العلماء وبيّن النبي ما هي هذه الشروط التي يجب توفرها حتى تكون التوبة صديقة صادقة ونصوحا ومقبولة. فليس كل توبة مقبولة، كما ليس كل صلاة يصليها المسلم مقبولة إذا فقدت أحد شروط الصحة، ولا وليست كثير من الزكوات لم تكون مقبولة إذا لم تؤدى على الكيفية المشروعة أو لم تؤدى إلى الأصناف التي شرعها الله لها. إذن فعليك أن تعرف أن للتوبة النصوح هي الأخرى شروط صحة لا تصح إلا بها. وهذا موضوعنا الذي سندخل فيه، شروط التوبة النصوح. كل هذا الكلام الذي سبق والذي سيلحق أصله هو حديث هذه الأيام. الأيام هذه التي نعيشها سنتحدث عن حقيقة التوبة وشروطها. الله. النهار الأخر كنا فقط نرغب الناس في التوبة، فإذا رغب الحاضرون في أن يتوبوا كما وعدونا بالأمس وكما أقسموا في المسجد على أنهم إن شاء الله منذ الليلة الماضية ليلة النصف من رمضان، لقد عاهد جميع من صلى في المسجد بالأمس أنه سيتوب إلى الله من ذنب قد غلب على طبعه. فهاكم الشروط حتى تصح التوبة. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن للتوبة النصوح شروطاً، وهذه الشروط كما ذكر حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المشهور إحياء علوم الدين، أن التوبة علم وحال وعمل. الله. عقل معي الله رحمه لك، هو عقل معي اليوم ضرك راك غادي تتوب، راك غادي ان شاء الله تولي الرب. ايوا التوبة علم زيد يورث حالا، والعلم مع الحال يورث سلوكا. ادي فيك العلم والحال يردك لربي. العلم نور يوري لك الطريق، والحال قلب حين تنبعث أنوار التوحيد فيه فيعرف أنه مقصر في جنب الله يدفع لكي يحول مسار العبد من مسار كان يمشي في اتجاه الشيطان وجنده ومشروعه إلى اتجاه نحو ربه. وهذا مستنبط من كتاب الله. الله تعالى يقول في سورة الحج: الذين يؤمنون به، وليعلم الذين أوتوا العلم ويؤمنوا به فتخبت قلوبهم. العلم يؤدي إلى الإيمان الحال، والعلم مع الحال يؤدي إلى الإخبات إلى الرجوع إلى الله. إذا أردت أن تخبت إلى الله وتنيب لله وترجع إلى الله فلا يمكن أن ترجع وأنت جاهل، رأسك مليء بالفكرة
اسمعي الفكرة خرافية. القرآن والعلم ما كانش في الراس، ما عمر القرآن الراس قبل الكلام اللي ما يسمحش. ايوا انا بغاك ربي تكتب راك تكتب، ايوا انا بغاك كذا، ايوا انا بغاك كذا. ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، يعني كلام لا أثر له، هذا ما غاديش يردك ربي، ما غاديش يرد. يا خصك يكون عندك علم، ايه غادي نعرفوا اسمه هو العلم. هذا العلم هو الذي تنقدح في القلب منه أنوار التوحيد الإيمان، ليعلم فيؤمن، ليعلم فيؤمن. فإذا آمن انقدح في القلب عزم على أن يعود إلى الله فتخبت، فتخبت أي فيرجع. فهمت الوقت شو؟ باش بدك توبة، باش بدك توبة خصك بنادم قعيته يتوب بفكره. أول ما وجه إليه الأمر هو الرأس، اقرأ باسم ربك، ثم القلب، قم الليل لتقوي صلتك بالله، ثم الجوارح، قم فأنذر. هكذا ترتيب نزول الآيات الأولى على قلب محمد. صلوا عليه، صلوا على الحبيب. قال له اقرأ وتعلم بسم الله، فإذا تعلمت فقدر ربك وعظمه بالاتصال به في الليل إذا نام الناس. فقم الليل ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعد ذلك لما صح الفكر وصح الإيمان قال الله له الآن قم فأنذر، فقد أصبحت مؤهلا لكي تعطي القدوة للناس فيتبعوك، لأنك عالم تبين للناس، ولأنك مؤمن يقتدى بك، ولأن سلوكك يتلاءم مع الفكر الذي تحمله والإيمان الذي به تعمل. الله. فنبدأ إن شاء الله بالشرط الأول وهو شرط العلم، أن يتوب الرأس. إذا تاب الرأس تبعته الجوارح في التوبة، وإذا بقي الرأس بعيداً عن الله يلتقي الأفكار ويتلقاها من البشر وشياطين الإنس. لا يتوب من تأتيه الأفكار من البشر، إنما يتوب من يتلقى الأفكار والأوامر من الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا تعالوا ارتفعوا إلى مستوى وحي الله المنزل عليكم. الله. فما هو هذا العلم الذي تنقدح منه في القلب أنوار التوبة؟ واسمه العلم، قولوا لي العلم إن شاء الله اللي مطلوب هنا. يلا واسمه هو، يلا قولوا لي الواش واسمه هو، قولوا لي واسمه هو العلم اللي غادي يعاونك على التوبة. الرأس يتوب، وإذا تاب الرأس يكون كتوبة الملك، فإن تاب الملك تبعته الرعية، والناس على دين ملوكها. إذا تاب الرأس وعاد إلى ربه وأصبح يأخذ الأوامر من الله، وأصبحت العقلية إسلامية، لا عقلية علمانية ولا خرافية ولا شيعية ولا نصرانية ولا بوذية ولا شهوانية ولا مادية ولا منحرفة. كم من عقلية تسيطر على عقول المسلمين؟ نحن نريد عقلية واحدة، هي عقلية إسلامية. يقول تعالى في تربية أبناء الأجيال في البيوت، يا أيها في الحجرات، تعرفوا الحجرات هي البيوت نتاع النبي، يقول سيدي ربي في تربية الناس في الحجرات. الآية الأولى واسمه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يمكن للمسلم إذا كان مسلما أن يتقدم عن أمر الله تعالى في أي شأن من شؤون حياته. يجب عليه أن يعود إلى الله. عقلك ليس معبودا، إنما عقلك ينبغي أن يخضع للوحي لكي تكون للعقل مهمة حقيقية في الحياة تنفعك لا تضرك. فالعلم إمام والعقل تابع، الوحي إمام والعقل تابع. ولذلك شبه العقل مع الوحي كالمصباح والنور. إذا كان خيط الكهرباء ليس فيه كهرباء فالمصباح لا يضيء، وإذا كان الخيط فيه الكهرباء وليس هنالك مصباح لا يضيء. فأنت تحتاج إلى الكهرباء في السلك، وتحتاج في آخر السلك إلى مصباح. فالمصباح فيه تتجلى الأنوار الكهرباء،
فإن غاب السلك أو غاب الكهرباء من السلك حتى ولو وجد المصباح لا يضيء، وإن لم يوجد المصباح حتى ولو وجد الكهرباء في السلك فغياب المصباح يفقد الناس الضوء. فالعقل مصباح والوحي نور والنور إيمان يسطر على العقل فيعرف ربه، فالعقل أحوج إلى الوحي. ولذلك قال تعالى نور على نور، نور الوحي إذا أضيف إلى نور العقل أعطانا الهداية والرشاد. وإذا كان والعياذ بالله الإنسان بعيدا عن أنوار التوحيد وعن أنوار الوحي، حتى ولدعى أنه علماني وأنه موضوعي وأنه باحث وأنه مفكر، فتفكيره كله تفكير مظلم ما دام قد قطع سلك الأنوار التي تأتيه من الخالق سبحانه. إذن فما هو هذا العلم الذي تبدأ به حتى تستقدح أنوار التوحيد والتوبة في قلبك؟ مازال ما جاوبتوا يا جمهور؟ ها واسمه هذا العلم اللي خصك إن شاء الله باش التوبة، واسمه العلم الله 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 الله، أن تعرف مسألتين. جسور عقل عليهم الله يرحمه، عين تنظر بها إلى الملك وعين تنظر بها إلى النفس. أما الملك فهو خلقك وأمدك بالنعم كلها ورزقك زيد وهداك وأعطاك ما لا عين رأت وسخر لك كل شيء وقال لك عبدني وأنت العين اللي تشوف فيها، ومع ذلك فأنت تعصيه وأنت تبتعد عنه وأنت وأنت وأنت، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتحبب سبحانه إليك بالنعم وأن تتبغض إليه بالمعاصي. شوف فيه شوف روحك، يداه سحاتان، يداه ممتلئتان مبسوطتان ينزل منها الخير لا ينقطع طرفة عين عنك، وأنت غافل عنه تنساه. الله. ولن أتحدث عن العين الأولى التي تنظر بها إلى الملك ولن أطيل، لأن هذا حديث ذو شجون، فالحديث عن نعم الله لا ينتهي، وقد أعطيت دروسا لمدة سنتين وأنا أتحدث عن ثلاثة نعم: عن نعمة الخلق هي الإيجاد، ونعمة زيد زيد نعمة الإمداد، ونعمة الإرشاد، لقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتحدث عن الخلق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا لولا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فبين كيف خلق هذا الإنسان الذي أصبح يتكبر على الله وخلقه من نطفة أمشاج، فلما كبر أصبح يسب الله ما هذا، ثم قال من نطفة أمشاج نبتليه. فتحدث عن نعمة الإمداد فجعلناه سميعا بصيرا، أي أعطاه جميع الوسائل لمعرفة الله، ثم قال إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. فتحدث في آيتين من سورة الإنسان عن النعم الثلاثة التي إذا نظر العبد إليها نظر المؤمن غشاه الحياء من ربه. كيف يمكن لرب يكرمك بالليل والنهار ولا تستحي منه؟ فأنت لو أطعمك رجل ووضع في بطنك لقمة واحدة لانبعث من وجهك الحياء منه، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها والحياء ممن أسدى إليها معروفة. فكيف تستحي من شخص يطعمك مرة ولا تستحي من ربك الذي من قطع مدده عنك طرفة عين، ولو انقطع مدده عنك طرفة عين لرحت في خبر كان. الله. ولذلك أمرنا الله تعالى
أننا إذا صلينا ووقفنا بين يدي الله لننجيه ونقوي سلطنا به، فلم نجد أحلى من أول آية نناجي بها الله فنقول الحمد لله. ليس سراً أن تكون أول آية يستفتح بها في مناجاة الله الحمد لله. الحمد لله على كل النعم، الحمد لله. قال أبو هريرة فيما يرويه النبي عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين خاطبه ربه وهو يناجيه، شعر بذلك أم لم يشعر؟ يقول له: حمدني عبدي. الله. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله له: أثنى علي عبدي. إذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فكانت الآيات الثلاثة تمجيد لله، والآية في الوسط هي بينك وبين الله: إياك نعبد وإياك نستعين. والآيات الثلاثة الأخيرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي لك. فالله لعدله حينما تقف بين يديه أبى إلا أن يقسم الصلاة بينك وبينه، وكان الأولى أن تكون كلها لله، لكن الله الغني لم يحرمك وأنت بين يديه أن يجعل لك من الصلاة نصفا، فإن سرقت من الصلاة فإنك تسرق صلاة من نفسك قبل أن تسرقها من ربك. فإن العباد كلهم لو أطاعوا الله كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، فإن سرقت في الصلاة فأنت تسرق من نصفك الذي أبى الله إلا أن يجعله لك. الله 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 الله. هل نتحدث اليوم عن نعمة الخلق لتعرفوا ربكم حتى تستحيوا منه؟ يا الله، هل نتحدث عن نعمة الخلق، النعمة الأولى؟ يا الله، والله كأنني أستطولها وأخاف إن دخلت منها لن أخرج أبدا. نعمة الخلق، انظر يا عبد الله كيف خلقت. الله يقول لك: فلينظر الإنسان مما خلق. أظننت أنك وأنت تمشي مستويا فارها القامة قويا لك من صفات القدرة ما الله تعالى فتح لك بها، فظننت أنك وجدت نفسك كذلك؟ أنسيت كيف بدأ الخلق؟ أنسيت كيف خلقك الله؟ ارجع ارجع إلى كلام الله. اسمع 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 سورة المؤمنون ماذا يقول الله لك. يا الله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقني من طين؟ كيف؟ إن والدك في تلك الليلة ووالدتك السببان اللذان جعلهم الله تعالى سببا في وجودك، قد تناولا في تلك العشية. كلاو الكابويا، قول لك لو الحول. هذيك الكابويا منين؟ منين؟ من التراب. ثم باشر الأب أمك في تلك الليلة فانقدح من صلبه مليارات من الحيوانات المنوية التي لا ترى بالعين المجردة، ومنها حيوان منوي واحد هو أصلك، فيدخل إلى رحم أمك فيصادف البويضة في فترة الاكتمال فيصيبها في جدارها فيقع الإخصاء ويكون أصلك من القرع ومن العدس، وكلها مواد أصلها من تراب، ولذلك خلقك الله من تراب، من سلالة من طين، أي من نوع من الطين. والطين أنواع توجد فيه العديد من المعادن،
ولذلك تجد من يغلب عليه طبع الصبر فكثر فيه الحديث، ومنهم من يغلب عليه طبع الذهب تجد أخلاقه كريمة، ومنهم من تجده سريع الغضب يغلب على طبعه الكبريت، وهكذا. فإن جميع المعادن المتواجدة في الأرض تنبت بها الكثير من هذه المواد، فإذا صادف الوالد أن أكل منها وكان من أصلها الحيوان المنوي فإن أصلك من سلالة واحدة أو سلالات من الطين هي أصلك، وهي التي تسمى اليوم في الهندسة الوراثية الشعر. كيقولها هذيك كيش يسميها هذيك اللي قبل من الضعين إن شاء الله، ذيك الهندسة الوراثية، ذيك الأصل تحت الشريط، ذيك القصيدة الأولى الآن شفرة 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 شفرة، والآن يحاولون أن يحلوها لإيجاد العديد من الأدوية لكثير من الانحرافات والتشوهات الخلقية والخلقية، لأنها تختزل صورة الخلق والخلقة بالنسبة للكائن. الله، من سلالة المنطين انت من هذا. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا الله. حينما نزلت هذه الآية كان كاتب الوحي الذي صادف حضوره مع النبي هو فاروق الإسلام عمر، فنزل جبريل فأخذ عمر القلم فقال اكتب يا عمر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وعمر يكتب، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عمر قبل أن يسمع التذييل الإلهي للآية، قال عمر ولم يسمع الكلام بعد، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال رسول الله اكتبها يا عمر، هكذا أنزلها الله الآن. هذه من مصادفات عمر العجيبة، هذه من مصادفات عمر العجيبة نطق بها لسان كاتب الوحي عمر لما سمع الآيات المسترسلة حول أصل الخلق وتطوراته في صلب الرجال في أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات، فقال فتبارك الله أحسن الخالق. قال اكتبها هكذا نزل. الله، إن الله يا عبد الله أجرى الكثير من الترتيبات في أرحام الأمهات وفي أصلاب الرجال حتى توجد أنت الآن في هذه الصورة المكتملة. كم هي الترتيبات، والله لو فكرت فيها لغشاك حياء من الله، ما تستطيع أن ترفع بصرك إلى الله. تعرف ولا ما تعرف يا ابن عمي؟ خلقك الله تعالى في ظلمات في أرحم أمك وأنت تعيش في سيبيريا 50 درجة تحت الصفر، الله تعالى حين علم أنك ستجمد إذا خرجت من الرحم فأمك تصطك من شدة البرد، وقد جعل لك في هذا البطن والوعاء درجة حرارية ملائمة لك 37. هي تموت بالبرد وانت مرياح، ما كاين لا كيقول الهبال لا كيسمى تاع البرود هذاك، ما كاين لا شوفاج ولا يدي ما جا ركبوا لها شوفاج، قال لها خلاص درت شرك راه 50 درجة تنديروا لها الشوفاج. الشوفاج داروا ربي، منيش داروا؟ ايوا خمم انت وروح سقسي العلماء سترى العجب. ويا ابن عمي وهي في افريقيا 50 درجة فوق الصفر وانت يا لو كان تخرج تولي بحال بوتشل تيبس، ولكن وشحال عندك الدفتر شحال 37 دار لها الكلمة، ما دار الكلمة للأم التي تعيش في المناطق الحارة، ما داروا
الشوفاج في المناطق المتجمدة، إنما هو دفء من الله للأم لجنينها في المناطق الباردة، وإنما هي تبريد رباني للأم التي تعيش في المناطق الحارة. فأنت في كل مناطق الأرض تنعم بنفس درجة الحرارة لم يدخل فيها بشر، ولم يؤتى فيها بآليات هي من ثمرات التكنولوجيا، إنها تكنولوجيا وعلوم الله التي لا زال يفتح الله بها شيئا فشيئا لعباده حسب ما يريد أن يربيهم بها ليعرفوا ربه الله. أما كيف تعيش؟ العجب والله لو سألت الأطباء وعلماء الأجنة كيف يعيش الإنسان لترى عجباً. إن أليكسيس كاريل الذي كتب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهو من الكتب التي قرأتها وأنا صغير، وجدتها في مكتبة أبي رحمه الله، الإنسان ذلك المجهول لأليكسيس كاريل. هذا الرجل كنت أقرأ له وهو يتحدث عالم عن الأجنة كيف تتطور، وسمع أن محمداً قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون مثل ذلك زيد مضغة، ثم يكون علقة مثل ذلك 120 يوم، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فبدأ يتبع 90 يوم 20 120 والتلسكوب، فلما وصل 120 يوم نفخ فيه الروح وتحرك في الصورة لأول مرة جنين في بطن أم على يد هذا العالم أليكسيس كاريل. فلما رأى الجنين الله نقله إلى خلق آخر بعد أن وضع له الأصول وهي العظام، فمن نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم قام بتخطيط البناء الجسد بالعظام، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، هو خطوة وانتقال لخلق آخر بنفخ الروح. فلما تحرك لأول مرة هذه الكتلة من اللحم، لما صار لها جدار يوضع عليه اللحم فتحرك في أحشاء أمه، قال أليكسيس كاريل قال This is the God. قالها وهو لا يشعر، إنه الله. ليس في الكون عبث قط، إنه الله. قدك ما يتشفش بالعين ويبدأ يتطور، نطفة علقة، شتو العلقة؟ شتو العلقة؟ العلقة اللي كتدخل الحيوان شتو كداش حمراء علقة، في مضغة قد ما يمضغ الإنسان، شتو من تشبو الكبدة في العيد الكبير اللي هو عفريت يديرها كبيرة قدها يخسي عمر الفم، كاين اللي صغيرة، ولذلك كاين الولد اللي يخرج 4 كيلو فيه، وكاين اللي يخرج شحال كيلو، كاين اللي مسكين ما يوصلش مضغة، يولي مضغة قد ما يمضغ الإنسان مضغة، ثم بعد ذلك يجعل له العظام، الإنساس البيليات، من جيت من الدار بيليات، وقع هكذا يتصرح الرجلين والعروق والأنسجة وهكذا، والرأس القالب نتاع الرأس والقالب نتاع القفص الصدري والقالب نتاع الحوض والقالب نتاع الرجلين والقالب نتاع هكذا القوالب، ثم يكسوه اللحم يبقى الحمور ذاك، ثم بعد ذلك يحوله إلى خلق آخر فتتحرك فيه الروح. This is the God. إنه الله. هو الله. من الذي نفخ فيه الروح؟ من؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل فيكم من يستطيع أن يخلق مع الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن بعض من يريد أن يأكل أرزاق الناس ويدغدغ شعورهم، حينما أحبوا الخلد في الدنيا قالوا لهم إن شركاتنا الآن منكبة على دراسات تريد أن تصل إلى نتيجة، وهي كيفية معرفة أسرار الحياة،
فإننا سنصل في المستقبل إلى معرفة سر الحياة، فإذا عرفنا سر الحياة فإننا سنستعملها كدواء للإنسان حتى لا تفارق روحه الحياة، لأن الحياة عنده هي مسألة كيماوية بيولوجية فقط، المطلوب هو أن نبحث عن سرها، فإذا وصلنا إليها قضينا على ما يسمى بالموت. فأعطونا أموالكم واستثمروها. وإذا بشركات ممن يحب الدنيا كان يوصي بالمليارات لهذه الشركات، فيترك جثته إذا مات في الأماكن المتجمدة، يعتقد أنه سيأتي اليوم الذي يصلون فيه إلى سر الحياة ويردوا له الروح والاستيد إن شاء الله يعيش. شو الغريب؟ شو إنه الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجتمعوا إنسكم وجنكم، خلقوا ذبابا، خلقوا نملة. نعم، تستطيعون أن تصوروا نملة بالبلاستيك كصورتها التي خلقها الله عليها، لكن سر الحياة الروح. هل أنتم بمقدوركم أن تنفخوا فيها الروح؟ إيه يا ودي، إن كنتم تستطيعون أن تعرفوا سر الروح لاتخذكم الناس آلهة من دون الله، ولكنكم لن تصلوا، لن تصلوا. فالروح نفخة من الله، الله سبحانه. فإذا كنت تعيش كذلك في هذه الدرجة من الحرارة، لطفا بك، انت يا أكحل الرأس، لطفا بك في كل المناطق. بعد ذلك فإن الله جعل لك الغذاء من جدار أمك، كنت تنحت من جدار أمك عن طريق الحبل السري، الحبل السري منه تأتيك ما تحتاجه من بروتينات ومن دهنيات، تنحتها من جدار أمك، لا يد لك تبطش، لا سن لك تقطع، ومع ذلك أجرى الله ترتيبات في رحم أمك بها تستمر حياتك. يا الله، يا الله، سبحانك سبحانك سبحانك، كيف ينساك العبد، كيف ينساك؟ كان الله قبل أن تكون وأنت جنين يوفر لك ما يليق لك من جميع ما يحتاجه جسمك وروحك حتى تستمر حياتك في هذه الظلمات، في هذه البقعة الصغيرة من الأحشاء. وإن من وراء الأحشاء هنالك مصراع معي غليظ تخرج منه الفضلات، فأراد ربك ألا يؤذيك فجعل وضعيتك هكذا، فقلب رأسك في اتجاه لا يصلك ما يخرج من ذلك المخرج من الأذى، فأراد الله لوضعيتك التي جعلك الله فيها أن تستمتع بكل ما في البطن مما يحتاجه جسمك للنمو، وكل ما يؤذيك صرفه الله عنك بطريقة هندسة وخبرة من حكيم خبير. كل شيء الله تعالى خلقه لحكمة، حكمة الله بالغة. سبحانك رب سبحانك. ثم جعلك في وضعية يكون الرأس دائما بعيد عن كل الحوادث التي تحدث لأمك. أمك تكون غادي تدي الحريرة والبوطاجي عالي، واخا تقيس كرشاك تقيس غير الظهر ديالك، لأن الوضعية نتاع الرأس جات هي التحتانية، بحيث لا يصاب الرأس أبدا إذا وقعت لأمك حادثة. من الذي هندس هذه الهندسة في رحم الأم؟ من هو؟ من ضمن لك الاستمرار في ذا؟ من؟ الله 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 الله. بل إن الله تعالى سبحانه يقول لك دائما لا تنسى أصلك، فالرجوع إلى الأصل أصل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال إن الله تعالى خلقك من ماء مهين حقير، حقير. أنت تكبر وأنت خلقت من ماء حقير، بل في بعض الآيات لم يسمه، فقال
إنا خلقناهم مما يعلمون. كي تحشم تقول شي حاجة تقول حاشاكم، راك تعرفوا باش تخلقتوا. لأن المسلم لو أصاب ثوبه المني فإنه يستحي أن يخرج بلباسه وعليه آثار المني، يستحي منه. فأنت خلقت مما تستحي من أن تظهره للناس، خلقت من ماء تستحي أن يراه الناس على ثوبك، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الماء إذا تدفق والرجل يحتلم أو الشاب فإن تطهيره لا يكون إلا بفركه إذا يبس. ولذلك بعض العلماء يقول له هو طاهر، لأن الله لا يخلقك بنجاسة أبداً، فهو ماء دافق، والماء المتدفق يكون طاهر. أما في بعض آراء العلماء فهو نجس، لكن بعض العلماء يقولون لا يمكن للعبد أن يخلق من ماء نجس، إنما هو ماء طاهر. والدليل على أن النبي في حديث عائشة كان إذا أصاب المني ثوب النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا يبس يكتفي بفركه ويصلي به، وإذا كان الماء ثخنا أي لا زال ماء ثخنا سائلا فينضحه بالماء إذا كان مذياً ويغسله إن كان ثخناً. إذا كان مذياً عبارة عن قطرات يكفيه أن ينضح الماء عليه ولا يحتاج لدلكه، فنضح الماء يطهر الثوب من المذي، ثم غسله إذا كان ثاخناً. الله، خلقناكم من ماء مهين ثم بعده أخرجك الله من ظلمات الرحم وأنت تصرخ، وأول ما يخرج من رحم الأم الأنف، لأن أول سكفة للحياة إنما يرتشفها أنفك. فأول عضو ينبغي أن يصطدم بالدنيا هو الخيشوم الذي دخلت منه الروح، وهو الخيشوم الذي ستخرج منه الروح. فحينما تصطدم الأعضاء الطرية بهذه الدنيا تصاب بحرارة ما فيها من تلوث، وإذا بها يصاب بألم شديد فيصرخ، حتى قال أحد الشعراء في بيت لا أحفظه: يا من خرجت من ظلمة الرحم وأنت تصرخ باكيا والناس من حولك فرحون يضحكون. اعمل عملاً في الدنيا لتضحك يوم القيامة والناس يبكون. الله الله. فتخرج إلى الدنيا لا سن لك تقطع ولا يد لك تبطش ولا رجل لك تمشي، وإنما ركز الله في فطرتك البكاء. فإذا جعت عبرت عنه بالصراخ، وإذا بالصراخ له علاقة مباشرة بقلب الأم، فإذا صرخت استجابت الأم بطريقة غير مباشرة فوق إرادتها فتلزقك ببطنها، وتجد أن الله سخر لك في بطنها أو في صدرها ثديين طيبين مباركين مملوئين بكل ما تحتاجه حياتك حتى تستمر من بروتينات وكل وسائل العيش. الله تعالى كنزها في صدر الأم وجعل الثدي له ثلمة، وتلك الثلمة إنما هي ملائمة لشفتيه الصغيرتين، ثم تذهب مباشرة بشفتيك. ما تدش بنيك يمشي الفم، انت ما قرأت مواله، يمشي الفم مباشرة ويمشي يقبضها وعمره ما عرفها، ويقبضها بيده وصغيرين ويقبضها هكذا ويدير الثلمة انت الثدي في فمه، ثم يبدأ بفطرته يمتصها، وإذا بأرزاق المولى لا يراها أحد تتدفق إلى شرايينه، ويخرج الحليب باردا صيفا ويخرج ساخنا شتاء. يسخنك بصدر أمك في الشتاء ويبردك صيفا مما يسبغه عليك من بريد الحليب المتدفق من ثدي الأم. لا إله إلا أنت ربي، ما أحلمك ما أكرمك ما أرعاك لعبدك، وما أجحدني وما أبعدني وما أحقرني إن نسيت ذلك، نسيت كل هذا كل هذا
نسيت هذا؟ نسيت هذا؟ سبحانك ربي سبحانك. فتشبع فلا تطمئن الأم حتى تطمئن أنت، ولا تشبع هي حتى تشبع أنت، ولا تنام من أجفنها حتى تنام أنت. فالويل ثم الويل ثم الويل لمن عق أمه، الويل ثم الويل ثم الويل لمن جحد ربه وعق أمه. لذلك حق الله أعظم، وحق الأم على الولد هو الأعظم في الرتبة الثانية. الله خلقك، وسبب وجودك واستمرارك ما أودعه الله ورتبه من أسباب حتى تستمر حياتك. وحد الله. الله 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 الله. مش غادي نقول في النعمة نتاع الخلق، مش غادي نبدي باش راح نتكلم فقط على الترتيبات التي أجراها الله في رحم الأم، بس ما غادي نزيد، بس ما غادي نزيد. يا سبحانك يا ربي، يا سبحانك يا ربي، يا سبحانك يا ربي، يا الله. كلا، يقول تعالى في سورة عبس: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، ما أجحده، ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، السبيل يسره، يسر سبيل خروجه من رحم الأم، ويسر له سبل الحياة بعد خروجه مما أودعه الله تعالى من كنوز في صدر الأم حتى تستمر حياته. وبعد ذلك يبدأ الإنسان في النمو، وعناية الله تعالى تحيط به من كل جانب. يكبر شوية يبقى يقول لك يسب ربي، يا لطيف يا لطيف، ما تعرفش انت يا من اللي تدبر الأصل تاع الخلق نتاعك. واسمه واسمه يا الدرس التربوي اللي تخرج به، واسمه ما هو الدرس التربوي، ما هو الدرس، ما هو الدرس التربوي؟ كان سيدنا المهلب بن أبي صفرة فتح الله على يديه، فمشى متبخترا بين صفوف جنده، وكان من جملة جنوده عالم اسمه مطرف بن عبد الله الشخير، فقال له: اتق الله يا رجل، هذه المشية يبغضها الله. قال: ألا تعرفني؟ حق له أن يتبختر لأنه انتصر وفتح الله على يدي. هذا حتى لا تبختر بعد ما كان لي ما اللي كان غير نخوة عن نخوة متكبره، هو كان شوف يا غير ما نفع لا دين ولا مسلمين ولا والو، ومتكبر هذا بعد حتى إذا مشى متبخترا فتح الله على يدي الأمصار وفتح قلوب العباد. قال له العالم: لا لا تمشي تلك المشية، مشية المتكبرين. قال: لا تعرفني؟ قال: نعم. وظن الأمير أنه سيقول: أنت أميرنا. فقال: لا، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين النطفة والجيفة تحمل في جوفك العذرة. شكون أنت؟ أرض الأصل. أنت يا البداية نتاعك خرجت من مجرى البول مرتين، خرجت في صورة حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة من مجرى بول الرجل، ثم خرجت ثانية من مجرى بول المرأة جميلا. كتب أبو بكر الصديق لكسرى لما تجبر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عتيق أبي بكر إلى عدو الله كسرى، أتتجبر على الله وقد خرجت من مجرى البول مرتين؟ والسلام. سطر المك لمك ما قالهاش، قلت عيالي أني جاي لمك، غزوش كلمات. أتتكبر أيها الكل
على الله وقد خرجت من مجرى البول مرتين. الحق ما ترى لا ما تسمع، وسلام على من اتبع الهدى وأدبه. أرسل إلي المثنى بن حارثة وأدبه. الله، انت يا كي درت وفين كنت عايش وتبقى تمشى وتقول أنا شكون انت؟ شكون انت ولدي؟ شكون نسيت شكون انت؟ أولك نطفة آخرك جيفة، كي تموت اللي كان كيحبك يقولوا ذيك الدار اللي مات فيها يقسلي فيها الهيف. شحال مرتبت مع رجلها ومنين ما تما تقول الله تما ما نعس. انا قاسني لف ليه منين كنت معاه ما قايسكش لف؟ قاسك لف حتى ما سنواصل ان شاء الله في العلم الاول الذي تنقدح به في القلب انوار التوبه، في العلم الاول وهو النظر الى الملك. نظر الى الملك باش تعرف شكون هذا اللي راك تعصاه. ما راكش تعصاه واحد، خصك تعرف شكون هذا اللي راك تعصاه وبعدت عليه. بعدت على واحد لو كان يقطع عليك الهوى تموت، لا تستغني عنه طرفه عين. هو اللي خلقك وتبعد عليه، هو اللي خلقك وتبعد عليه وتنساه، هو اللي تولي عنده وتنساه، هو اللي يحيطك برعايته وتنساه، هو اللي يحفظك وتنساه، هو الذي يطعمك وتنساه، وإذا مرضت فهو يشفيه، الذي يطعمني ويسقين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، تنساه. فنسات الناس. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لنعيش مع بعض هذه المعاني، لعل الله يوفق بأن تنقدح في القلوب حياء قلب العبد ممن خلقه وأكرمه. فإذا لم نستطع أن نوصل القلوب إلى بر حبه، نستطيع أن نوصلها على الأقل إلى حياض الحياء منه. الله، إلى ما تحبوش بدعش من بيه، لأن المؤمنين كاين زوج، المقربين حبوه وأصحاب اليمين حشموا به. المقربون حبوه وطاعوه بالحب، وصحاب اليمين طاعوه بالحياة حكموه. شتو باش مقسومين المقربين وصحاب اليمين؟ فاش مقسومين؟ في القلب، في معرفة الملك. شي وحدين حبوه فكانوا مقربين، شي وحدين على الأقل حشموا به، أما اللي ما حشموا به ما حبوه ابتعدوا منه. فهؤلاء نسأل الله أن يبعدنا عنهم وأن يتوب عنا وعنهم. أرد إن شاء الله. هذا الوليد إن شاء الله سي آدم، اللهم اشفيه وعافيه يا رب، واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. هذا من العيون سأل عن القرعة في الحج، قال لك احنا إن شاء الله ننتمي إلى تلك اللجنة التي تسهر على إجراء القرعة للذين ساهموا وشاركوا في التسجيل في لوائح الحج، ويسأل يقول لك احنا شي وحدين إن شاء الله كنقبضوا عليهم الفلوس وكان نجحهم في القرعة، وقال لك كي نديروا ننجحهم في القرعة؟ هذوك اللي نبغوا نخرجوا المريات نتاعهم نبيتوهم في الفريقو. الفريقو لو كان قالها لي شي واحد ما نتيقش، بصح ملي قلتوها انتوما سعداتكم سعداتكم. ابشر ابشر بغضب الجبار اذا لم تتب الى الواحد القهار. عجل فإنك بذلك تحرم الكثير ممن كان الله سبحانه يريد لهم الذهاب، فأقصيت من يكون له الحق الشرعي وأعطيت الأسبقية لمن ليس له الحق الشرعي. ويا رب حتى في الحج، ويوم انت في رمضان، ويوم انت في ليلة النصف نتاع رمضان تقبض الفلوس على السيد باش، وانت اللي تعطي الفلوس باش تمشي للحج، خلي دار لله سيد ربي حسب بغاك باش تمشي هكذا. الغاية شريفة والوسيلة ينبغي أن تكون شريفة، فالله لا يقبل هذه الوسيلة التي هي حرام،
تمشي لسيدي ربي للحج بالحرام. انت يا سجل وطلب زهرك جاتك بها ونعمة، ما جاتكش اعطاك ربي الاجر بذيك النية. اما انت مديت الفلوس ومشيت، واخا مشيت قالنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الانسان ملي يكون غادي للحج ومدي بالحرام اذا وضع قدمه في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك تجابهه الملائكة فتصدع اسماعه فتقول لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وحجك مأزور غير مأجور ولا حاجة لله في طوافك وسعيك. فين راك غادس؟ وانت اللي راك تقبض الفلوس سعداتك راك توجد وجد كلها واسمه يوجد. انت راك توب لله وريض الله يهدي. انت كنت تقول له ما تديرش هالخدمة، تمشي وتديروا البريات في الفريقو وهي ودي فريقو واش دير الحوت غادي تعشى بها النار يديرها في فريقو. واش النار تبرد من فريقو؟ الحرام يبرد من فريقو؟ كيف تجمع بين النار والثلج؟ سبحان الله يا وليدي الله يهدينا ويهدي هالسيد اللي ببلجيكا. نطلب الله تعالى يوفقه الخير. وراك تقول البارح والبارح هذيك الحاجه اللي سقسيتني عليها ما عليهاش، ولكن لو كنت تلاقى معايا نزيد ما عليهاش هذاك الشيء ما عليهاش. تاع زوج جديد وانت كذا وتقبل زوجتك بالليل ولا مع الصباح ولا وتبات كله ان شاء الله تبارك الله. كان غير تجي تهضر معايا شي كاع ما تخافش منه. واش تمشي تغتسل؟ لا يجوز الغسل الا اذا خرج المني ولا غير معروفه. ثانيا ندعو معك الله وليدي هذه التهمة التي أصدرت المحكمة الابتدائية في بلجيكا بالسجن بتهمتك بهذه الجريمة التي لم تقترفها وانت راك استأنفت. قال ندعو لله الله يجعل سيدي ربي يبطل هذه الدعوة والله يخرجك منها كي الشعرة بالعجين. ولا بغيت انت شي حاجة أخرى تقضيها معايا أنا اللي معاك إن شاء الله تعالى ماشي بعيد. أنا إن شاء الله نستناك أنا وعندي وإن شاء الله ما كاين حتى مشكلة. يا خويا هذه المرأة مسكينة 16 عام وهي مع جوجتها ومرضت وما صبرتش لأن العجوج شوية واعرة. العجوج هي أمينا الراجل ودرك كتقول لك واش نزيد نصبر وراني ما قديتش وراني مرضت وراني كذا وراني نشوف الراجل ونشوف جوجتي ونخدمها. ولكن شوف أحبابي أنا اللي غادي نقول في هذا رمضان اخص العروس تكرم أم الزوج فإن كانت تحب الزوج فالدليل الذي تعطيه على حبه لزوجها أن تحب أمه لأن أمه هي اللي كانت أعينيه على بر أمه. هذه وحدة الله يجازيك بخير كديها. ونقولوا ثاني أمين الولد أمين الولد الله يرحم لك الوالدين ذيك البنت عاودك راهاش ماشي بنتك ديرها بحال بنتك راهاش طموح العائلة وراها تخدمك وراها تعاونك الله يخليك دعي معها بالرضا. ما تبقاش غير تزقي ما درتي والو وكيجي الراجل راه دار راه ما تخافش الله تبغي انت بنتك يديروا لها هكذا امي انت تبغي بنتك يديروا لها هكذا ديريها بحال بنتك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولذلك اقول لهذه الزوجه المباركه الطيبه التي تصلي معنا الان اصبري وصابري واحسني الى ام زوجك واحتسبي لله فذلك من اعظم الجهاد ومن اعظم البر الذي يرفعك في رمضان درجات ستفرحين بذلك لان الله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولان اعظم الصبر هو الصبر مع اقرب الناس اليك. هذه واحدة ونقولوا للوالدة ديالو عاوداك الله يجازيك بخير احسني اليها واكرميها راه بحال بنتك. ولكن الا تعذرت الحالة وكان ان شاء الله تعالى الحياة تستحيل ويمكن هذا الشيء يسبب لك شيء مفاسد اكبر فاننا ننصح ان شاء الله تعالى الزوج أن يوفر لهذه الزوجة مسكنا خاصا بها هي وأولادها ويظل بارا بأمه حتى إن شاء الله تعالى يوفر الأجواء لتقريب القلوب لأن في بعض الأحيان يظل العلاج الطيب المبارك هو أن يفصل بينهما. قالنا واحد المثال في المغرب يقول قربهم يتناطحوا بعدهم يتصايحوا لعلكم إلا بعدتم يبقوا شيء يدور على شيء. وانت يا حسين لأمي هذه 17 عام وهي صابرة هذه ماشي غير تاع البارح قالت له أنا ولا أمك. لا ماشي هذه ما قلتهاش ديك اللي قالت أنا ولا أمك هذه
17 سنة وهي صابرة، ولكن الآن مرضت ومشت للطبيب وقصى الأعصاب وما بقاش تربي ولادها وسرى لها وسرى لها، والوالدة مازال عينها فيها. هذه الوقيتة نقول لها ودي في هذه الوقيتة الإنسان ما عنده ما يدير، وهي لا قدرت تزيد تصبر على هالشي هذا جهاد، وأنا أنصحها إن شاء الله بمزيد الصبر إن كان في الصبر طاقة إضافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بزاف علي الأسئلة خليوها إن شاء الله، أخبركم إن شاء الله تعالى أننا بإذن الله تعالى ما نجمعوش الأئمة تاعنا هنا يلي كيصلوا بنا التراويح، ولذلك نبرق إليكم ونبشركم بأن هذه آخر ليلة يصلي بها إمامنا السيفونية الصوت المبارك الذي يتغنى بالقرآن أحمد الجندوز، لأنه سيرحل غدا صباحا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي عمرة في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنيابة عنه نسأل الله له التوفيق ولأصحابه ورفقائه، ونسألكم أنتم أن تدعوا له بالشفاء العاجل، لأنه يعاني ببعض الأمراض فيشكو بثه إلى الله تعالى، فنسأل الله أن يشفيه وأن يفرج عنه وأن يبارك فيه وأن يحفظه. اللهم احفظه بالقرآن قائمة، واحفظه بالقرآن قاعدة، واحفظه بالقرآن راقدة، ولا تشمت بنا ولا به عدوا ولا حاسدا. اللهم يا رب اجعله هذا العام هو ورفقاه في وفدك إن شاء الله ومن ضيوفك يا الله. فجميع مصلي مسجد الكوثر يجأرون إليك في النصف الثاني من شهر رمضان أن تحفظه في سفره وفي عودته، وأن تكرمه وأن تجعله إن شاء الله تعالى ضيفا عليك في أطهر بقعة، ووفقه لتأدية المناسك كما يحب الله ويرضى، وأرجعه إلينا سالما معافى غانما إن شاء الله تعالى. كاين شي جامع جا اليوم في الرام ولين الجامع جا اللي راه جا اليوم اللي راه ضرب له التليفون باقي اليوم ان شاء الله، هذا مسجد التوابين ان شاء الله غادي ينبعث الخير منه الى كل فرا ان شاء الله الجامع. كيسميو المسجد؟ العوينات. هذا هو جايكم ان شاء الله تعالى، واسمو خصو كاع هضرت معايا اللجنه ولكن نسيت واسمو خصو. صوم عصير هو ان شاء الله غادي تخرج برا انت وصحابك وتفرشوا شي حاجه، وسينفقون ان شاء الله تعالى، وحفظكم الله وكتب الله مجهوداتكم في سجل حسناتكم، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم.